اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده مع بدايه اسبوع سعاده وهنا يا رب على كل الساده المشاهدين، هنبدا طبعا لازم يكون معانا الاكل متنوع وحريصين كل الحرص بناء رغبه حضراتكم، بنعمل الاسئله وبننفذ اللي حضراتكم بتطلبوه مننا من خلال السوشيال ميديا. كله عايز يعرف شاورمة اللحمه بتتعمل فتة ولا ما بتتعملش، وإيه الفرق بين إن إحنا نعملها فتة بنفس التتبيلة ولا نغير من التتبيلة. هنجاوب على الأسئلة دي عمل النهاردة مع بعض. هنعمل شاورمة اللحمة فتة ونشوف نعملها مع بعض إزاي بطريقة سهلة وبسيطة، وأعتقد إن هي مشهورة ببعض المطاعم وبناكلها برة، ولكن مع الشيف المغازي بالتأكيد هيكون لها طعم تاني. عدل الفتة طبعا بيكون دايما الشاورمة بطاطس مقلية. أنا هخرج بره النطاق ده ونعمل النهارده نوع بطاطا اسمها بطاطا حارة، المسمى وتاريخ الأكلة من المطبخ الشامي، ولكن بطاطا حارة بالكزبرة والتومة أكيد لها طعم تاني. البعض بيعملها بالسماء أو دبس الرمان، أنا هعملها النهارده بطريقتي الخاصة هتعجب حضراتكم بإذن الله. ولكن الحلو النهارده بهديل الأطفال الحلوين اللي بيتابعوني وبيشوفونا طبعا على شاشة القناة الأولى، وفي متابعة كبيرة قوي من الأطفال الحلوين بوجه لكم التحية والشكر. أنا بعمل لكم النهارده الكيكة بالشوكولاتة، أعتقد إن هي سهلة يعني نقدر نعملها بطريقة بسيطة، ولكن النهارده هضيف حاجة حلوة إن إحنا ممكن نعملها نوعين في قلب القالب، نوع أبيض اللي هي كيكة الشوكولاتة اللي إحنا عارفينها، والنوع التاني بطابع من الليمون. هنشوف نعملها إزاي مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة عشان تقدروا تتعلموها وتعملوها في المطبخ. أنا مش عايز أطول حضراتكم لأن عندي تفاصيل كتيرة في الحلقة وكمان معلومة غير معلومة. خلينا ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل أوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وتعالوا نشوف في خط سير الحلقه مع بعض ازاي معانا شاورما ومعانا كيكه بالشوكولاته هنعملها بطريقه لطيفه وسهله، ومعانا كمان بطاطا حاره. الطبيعي اللي بياخد وقت كبير في الاكله دي كلها هي طريقه عمل الكيكه. مقاديرها على الشاشه بنفس المقادير اللي هقولها اللي موجوده على الشاشه لكل الاطفال الحلوين اللي طلبوها، سهله وبسيطه. 3 كوبايات من الدقيق، معانا 1 كوب من الزيت، 1 كوب من الحليب، 1 كوب من السكر، 4 بيضات متوسطين الحجم، معانا فانيليا تقريبا معلقه شاي صغيره، بيكنج باودر معلقه كبيره، الكاكاو 4 معالق، بشره ليمون للكيكه البيضة، ومعانا شوكولا مكعبات للكيكه اللي بالشوكولاته. هي المقادير انا كنت طبعا حريص ان هي تكون بسيطه ونقدر ان احنا نعملها بطريقه سهله. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلوه قوي، اعتقد ان انا عملتها قبل كده بطرق مختلفه، ولكن النهارده عشان لقيت عليها الطلب كتير فحبيت اعملها النهارده كمان بطريقه سهله، ولكن هنعملها بشكل تاني خالص. تعالوا مع بعض نشوف ازاي. اول حاجه بنشوف المواد السائله اللي هي 3 بيضات او 4 بيضات، معانا الزيت، معانا السكر والحليب زي الفل. علشان البيض يبقى سريع الخفق ونضمن ان احنا ناخد الماده الهشه بتاعته لازم نخفق معاه السكر الأول. ليه يا عم الشيف؟ السكر بيساعد على خفق البيض مش الزيت ولا الحليب. بنفس الشكل ده كده المضرب معانا زي الفل، نحط السكر بتاعنا 1 كوب، واحنا بنحط السكر نحط الفانيليا يا عم الشيف، ممكن فانيليا سائلة أو فانيليا زي السكر كده معروفة أهي. أول حاجة كده ذوبان السكر مع البيض يساعد على ذوبان البيض وخفق البيض جيدا. تسلم ايدك يا عم الشيف. ننزل بالزيت 1 كوب تقريبا، لو قللت مفيش مشكله، حطيتي بدل الزيت زبده مفيش مشكله. كميه الحليب بتاعتنا 1 كوب كده، سهل الموضوع علشان الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني دلوقتي. اعتقد الامهات شاطره في عمايل الكيك، ولكن دي انا بهديها لكل الاطفال الحلوين اللي بيتابعوني. كده البيض اتخفق مع السكر والحليب والزيت ومفيش اي ريحه للزفاره. حلو قوي يا عم الشيف. معانا الدقيق ومعانا البيكنج باودر، المواد الجافه زي الفل معانا اهي. هناخد الدقيق بتاعنا نحطه كده بالراحه.
بالشكل ده كده، ونحط البيكنج باودر عليه ونقلبه بمعلقه ينزلوا على بعض. ومعانا خلي بالك الفرن جاهز مشيكين عليه وزي الفل. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني درجة حرارة الفرن تقريبا 180 اهو. المصفى كده، وليه تنزله في مصفى يا شيف؟ عشان نضمن جودة الدقيق ويطلع معايا هشة ولطيفة وزي الفل. اللي بيقول لك ان الكيكة بتهبط مني بيكون الدقيق واخد رطوبة، او البيكنج باودر واخد رطوبة، او البيض طلعتيه من التلاجة واستخدمتيه على طول. المفروض انك تطلعي البيض وتسيبيه لمدة 10 دقايق بره التلاجة اهو. شوية الدقيق نزلوا كده من المصفى تمام زي الفل. اقلب ده مع بعضه كده واحدة واحدة. يلا القوام يطلع معايا اهو سريعا. اضمن ان كله اتقلب مع بعضه بالشكل ده كده اهو. يلا اللهم صل على النبي. كده معايا العيار بتاعي زي الفل والقوام ده انا عايزه. بعمل ايه يا عم الشيف حالا دلوقتي؟ شايف القوام معايا؟ تضمني ان القوام طالما طلع معاكي مع المضرب وما قطعش تبقى المقادير زي الفل معاكي وتمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ بالراحه خالص بنخلي ده كده وبنشيل ده من هنا وبنجيب البوله دي كده. اللهم صل على النبي. واعمل تركايه كده حلوه للاطفال الحلوين. باخد نص الكميه دي يا عم الشيف ووزعها على اتنين. حلوة قوي. ومعانا كاكاو ومعانا شوكولا ومعانا ليمون مبشور او عصير ليمون حسب الرغبة. حلو الكلام. هناخد نص الكمية. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي نص الكمية هنا تقريبا كده، ونص الكمية تاني هنا كمان. اعتقد ان المقادير اللي انا عملتها في متناول الجميع، والطريقه سهله. بتقسم نص الكميه بالشكل ده كده في كوبايه كبيره، في بوله ازاز زي ما انا شغال كده حسب الرغبه. حلو قوي تمام. ومعانا شويه حليب ومعانا الكاكاو بتاعنا زي الفل. ادي واحده بالليمون. هننزل بالليمون هنا كده بشرة ليمون حلوة ما يكونش حامض. نقلبه كده ومعانا الكاكاو بتاعنا بننزل بيه هنا. بنحط شوية حليب عشان يدوب معاه. ممكن بنقلبهم كده زي ما احنا شغالين اهو. اللونين دولت لون الابيض اللي بالليمون مع اللي بالشوكولاتة عايزين نحطهم في قالب ويبقى شكل الكيكة بتاعتي حلو. نعمل ايه يا عم الشيف واحنا مع بعض؟ تمام زي الفل. عايز اقسم انا الخليط، اقوم اعمل حركة لطيفة تقدر تعمليها انت برضو. بيكون عندك كوباية او عندك قالب زي ده كده بالشكل ده كده، وبنحطه في نص القالب بتاعنا. شايفين كده اهو، خدت النص الابيض ده كده بطعم الليمون، وبسرعه احط النص التاني بطعم الشوكولا. اللهم صل على النبي. ينزل كده يبقى الكيكه شكلها حلو بعد ما تستوي. بالتاكيد لما تتعرض لدرجه حراره الفرن الكل هينسجم مع بعضه، ولكن يهمني ان كل حاجه يبقى لها طعم. عايز ازود الشوكولاته، انا معايا شوكولاته هنزود شويه مفيش مشكله، ولكن ثلاث حاجات هقولهم تحطهم في الاعتبار وتركزي عليهم وانت بتعملي اي كيكه. البيكنج باودر تشيكي عليه وتعرفي ان هو تاريخ صلاحيته تمام، عندك في الثلاجه بقاله كتير تختبريه وتحط عليه ميه، اذا فار معاكي يبقى شغال وزي الفل. البيض يطلع من الثلاجه مسبقا قبل ما تشتغليه. الشوكولاته دي تنزل هنا كده، وعايزه تحط شويه شوكولاته هنا مفيش مشكله برضو، هتاخدها بالشكل ده كده وتدخليها الفرن. عندك الفرن درجه حرارته 180،
ولكن السؤال كالعادة دي مكانها فين في الفرن؟ اه درجة حرارة الفرن عندي 180، كيكة بالشكل اللطيف الحلو اللي حضراتكم شايفينه، ولكن يهمني البساطة والسهولة والمرونة. هدخلها الفرن بالشكل ده كده، تمام اهي، اللهم صل. لازم درجة حرارة الفرن تكون مسبقا الفرن جاهز ودرجة حرارته 180، دي برضو عامل رقم واحد لنجاح أي كيكة بتعمليها. بس خلينا استأذن حضراتكم وناخد فرسان التلفزيون المصري والأساتذة المصورين حبايبة، نشوف الكيكة اللي هي لونين أو طعمين، طعم الليمون وطعم الشوكولاه، فيتامين سي وشوكولاه تعلي المود، اللهم صل على النبي. افتح يا سمسم. يا نعم، زي الفل كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده يا عم الشيف؟ اهي بالشكل ده كده، نحطها في طبق مدور معانا علشان نبص عليها. اللهم صل على النبي. اهو ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طبعا الشاورما معانا على النار برضو، لازم تستوي معانا. الطبيعي يا عم الشيف التورتايه او الكيكه طالعه من الفرن سخنه، تديها رشة سكر بودر. خلي بالك اللون ده يا شفيق لون الشوكولاه، لون الشوكولاه عشان الناس حبايبي اللي بيشوفوا القصة، ولكن السر في القالب اللي أنا حاطه في النص ده، فصل ما بين الشوكولاه وما بين الليمون. حلو الكلام. بنسيبها تبرد شوية وفي الآخر بنشيل القالب اللي في النص، وممكن تحط شوية فواكه، شوية فروت سلطة في قلبيها، تحط صوص شوكولاه في قلبيها، تحط صوص ليمون في قلبيها حسب الرغبة. هنخلي مكانها هنا وفي الاخر نقدمها لحضراتكم ونشوف ازاي. حلو قوي. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرنا ان احنا نحقق رغبات حضراتكم ونعمل مع بعض كيكه لونين بالشوكولاه وبطعم الليمون، وعملنا كمان فتت شاورما لطيفه وجميله، وعملنا بطاطا حاره للاطفال الحلوين اللي يحبوا البطاطا مع الشاورما. رؤيه فن ابداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.